بسم الله الرحمن الرحيم. CS 110 Visual Basic المحاضرة الثالثة. حكينا المرة الفاتت كيف ممكن أنشئ بروجكت جديد. هاي عندي New Project. التمبلت اللي بنستخدمه Windows Forms Application. بحط هون اسم البروجكت اللي بدي إياه. هاي أوكي. شفنا المرة اللي فاتت حطينا تكست بوكس وشفنا الخصائص بشكل عام للتكست بوكس. ماشي، شفنا خاصية تكست عشان تكتب كلمة داخل التكست بوكس. شفنا هاي عندك عند تكست كتبت كلمة، هاي انتر ظهرت هاي الكلمة اللي أنا كتبتها. شفنا الباك كلر، الفور كلر، الفور كلر اللي هي لون الكتابة. هاي عندك الفور كلر، الباك كلر اللي هو لون الخلفية. هاي الباك كلر، فتحنا السهم اللي هون أخذنا كاستوم حطينا باك كلر بدنا إياه. هاي ثلاث خصائص. أخذنا كمان إيش؟ الفونت. في عندك بالفونت، في هون عندك اسم الخط، نوع الخط، في عندك السايز لهذا الخط. او من ثلاث نقاط هون بامكاني اختار خصائص الخط. بامكاني اختار من هون نوع الخط بدي اياه مثلا اريال، ومن هون حجم الخط مثلا 18 وهاي اوكي. لما بعمل رن هذا المثلث المسؤول عن الرن. هاي عملنا رن. التكست بوكس يستخدم كانبوت وكاوتبوت، يعني بامكاني اكتب داخله. اذا التكست بوكس بامكاني اكتب داخله، بامكاني نستخدمه على الجهتين. طيب هاي بالنسبه للتكست بوكس. البتون، هاي عندنا بتون، هاي ثاني اداه شارح لنا عنها الكلمه الظاهره داخلها اللي هي الخاصيه تكست. كابشن، لما بحكي لك عشان اغير الكابشن يعني هاي الخاصيه تكست، الكلمه الظاهره داخل الاداه. اوكي، البتون عاده بستخدمه كزر عشان بس اضغط عليه مثلا اعمل شغله معينه عاده، بس بكتب داخله شغله تدل على طبيعه عمله. مثلا هون كتب لي كالكوليت بالانس، بده يحسب البالانس. ماشي، اذا بحط كلمة أو كابشن داخله تدل على طبيعة عمله. مثلا بدي أوجد المجموع، فمعناته بكتب داخل التكست كلمة مثلا سم، كتب لي كلمة سم. ممكن أتحكم ببعض الألوان برضو. هاي عندي الباك كلر، هاي عندي كاستوم، هاي الباك كلر ظهر باللون اللي أنا اخترته. إذا عادة البتون عبارة عن زر بنضغط عليه عشان عمل شغلة معينة. الحدث إني أضغط. أوكي، وفي عندي عدة إيفنت هذا رح نجي له بالتفصيل. هلا شو الأداة؟ هي هون بظهر اسمها بتون 1. الخصائص اللي عندنا ممكن تكون مرتبة هجائيا من A ل Z، أو categorize يعني مقسمة لمواضيع إذا اخترنا هون هذا الزر. ثالث أداة عندنا اللي هي الليبل. ليبل used to identify the contents of a text box. عادة بحط الليبل مثلا توضيح ل text box، هذا text box بدي أدخل فيه الاسم مثلا. باجي بحط هون ليبل بحكي له
هاي الليبل، بكتب له هون مثلا بخاصية التكست بكتب له كلمة نيم. إذا هون دخل اسمك نيم، ما بقدر يدخل داخل الليبل، بدخل داخل تكست بوكس. إذا من استخدامات الليبل إني أحط له كلمة توضيحية للتكست بوكس اللي بده يكتب داخله. إذا النيم أنا ما بقدر أكتب، سوري الليبل ما بقدر أكتب داخله، فقط التكست بوكس بإمكاني أكتب داخله. إذا الليبل بستخدمه كإشي توضيحي لتكست بوكس، أو الليبل بستخدمه عشان يظهر output معين، مثلا بدي عملية جمع الناتج بدي اياه يظهر بليبل، بصير اوكي؟ نعم يا ظاهر عندك سؤال؟ ظاهر عندك سؤال؟ طيب اذا من استخدامات الليبل اني اوضح ايش بده اليوزر يدخل داخل التكست بوكس. رح استخدم الخاصية اللي هي تكست. By default label automatically resizes to accommodate caption on one line. عادة by default لو انا داخل التكست، خاصية تكست تبعت الليبل، كتبت جملة طويلة وهاي انتر، لحاله عمل لي ريسايز، كبر لي اياه بحيث انه يوسع الكلمة اللي انا حطيتها. اذا عمل ريسايز اوتوماتيكالي بسطر واحد. طيب في عندي الخاصية اللي هي الاوتو سايز. الاوتو سايز بروبرتي الست تو فولز ليبل كان بي ريسايز مانيولي. اذا رح يصير الريسايزنج باليد مانيولي. اوتو سايز از يوزد برايمرلي تو اوبتين ا مالتي رود ليبل. ساعتها انت ممكن تتحكم وتعمل اكثر من سطر. نشوف الخاصية اوتو سايز، هاي بتخص الليبل ما كانت موجودة بالتكست. ماشي، هاي عندك الخاصية اللي هي الاوتو سايز. ايش بتكون؟ ترو، يعني مجرد ما انا كبرت الكلمة غير لي السايز، صغرتها بغير السايز. هلا الاوتو سايز لو انا غيرتها ل فولس، ماشي، بطلت ظاهر الكلمة كاملة عندي، صار الريسايزنج مانيوال يدويا. هاي بكبر هون بنزل هون بحيث انها تصير اكثر من سطر، بصير اوكي. اذا هيك صار الريسايزنج مانيوال. اذا الاوتو سايز الديفولت لها ايش؟ ترو، الا اذا غيرتها لفولت فمعناته ما راح، اذا غيرتها لفولت فمعناته بصير الاوتو سايز مانيوالي، انت بايدك تتحكم بالسايز. هاي بالنسبة للأداة اللي هي الليبل. الأداة الرابعة اللي هي الليست بوكس. Initially used to display several pieces of output. عادة بستخدمها للأوتبوت. هاي عندي الليست بوكس عبارة عن قائمة. تكست بوكس سطر واحد، بينما الليست بوكس عدة أسطر. ماشي، إذا هذا الفرق بين التكست والليست بوكس، وطريقة التعامل معها برمجيا بيختلف. اوكي، اذا هاي بالنسبة للليست بوكس، راح نستخدمها بالبداية كاوتبوت، بعدين راح نستخدمها كانبوت. هاي الادوات الاربعة اللي راح نتعامل معها. في عندك كمان من الخصائص اللي بتهمنا الخاصية نيم. الخاصية نيم هاي بتهمنا برمجيا، اوكي؟ الخاصية نيم بتهمنا برمجيا، وعادة بيكون حاطط لي اياها بالبداية هون، مش مرتب لي اياها هجائيا مع البقية لأنها مهمة. هذا هو الاسم اللي راح استخدمه برمجيا، يعني هاي ليست بوكس 1 اسمها برمجيا ليست بوكس 1، معناته بالبرمجة أنا راح استخدم الاسم ليست بوكس 1، إلا إذا غيرته. إذا غيرته معناته راح استخدم الاسم الجديد اللي غيرته لإله. بحكي لك شروط التسمية بالنسبة للنيم، يفضل، ما بجبرني بس يفضل، use appropriate three character naming prefix. بالأول بستخدم اسم مكون من ثلاث أحرف،
بدل على هاي الأداة. بعد هيك بحط وصف لطبيعة عمل هاي الأداة. مثلا button اختصارها راح يكون btn، اختصار لبتون. إذا بستخدم prefix مكون من ثلاث أحرف btn، بعدين بحط اسم يدل على طبيعة عملها btn compute. انت مش مجبر تغير اسم البتون، يعني هو مسمي لي اياه button 1، بستخدم برمجيا button 1 أو بغيره، وهذا الأسلوب المستخدم عادة بالفيديو بفضل تغيره. فحطينا مثلا button compute، معناته هذا البتون بدي أستخدمه لحساب شغلة معينة. الليبل اختصاره LBL، مثلا LBL address، إذا هذا الليبل للعنوان. text box اختصاره TXT، بدي اياه يحتوي الادرس، إذا TXT address. list box اختصارها LST، مثلا LST output، معناته هاي list box بدي اياها للoutput. اوكي، اذا هذا الاسلوب للبرمجه، هذا برمجيا بستخدمه. ليش؟ عشان يكون اسهل عليك. مثلا انا حاطط 10 buttons، مش اصير ادور وين button 1 button 2 button 3، بحكي هذا البتون للاد، هذا البتون للسبتراكت، هذا البتون للمالتيبليكيشن، بيكون اوضح لي برمجيا بكتابه البرنامج. بدك تغير اسم الفورم، بحكي لك غير من هون، بامكانك تغير اسم الفورم من هون، هاي رينيم. اسم الفورم حاليا فورم 1، بدك تغيره مثلا سميته اف ار ام، اختصار لفورم، وبعدين بحط الاسم اللي بدي اياه lecture 3. اذا من هون غيرنا اسم الفورم، غيرنا اسم الفورم عن طريق solution explorer. بين اللي موجود عندنا بالتول بوكس تمكنني من الاوتو هايد، رحنا هاي عندي التول بوكس، ظاهر عندي لما يكون البوش بين فيرتيكال معناته التول بوكس ظاهر عندي، خليه هوريزنتال بضغط عليه، بس ضغطت عليه صار هوريزنتال فمعناته صار اوتو هايد، بس اقرب عليه بيظهر، بس ابعد عنه بيختفي، هاي معناها auto hide. ماشي، اذا بدي اثبته هاي برجع بثبته بخليه vertical. اما اذا بدي اخفي التول بوكس، في عندك هون بالقائمه هايد، هاي بخفي التول بوكس نهائيا، هايد اختفى بطل موجود عندي هون. بدي ارجع اظهره من فيو، شو بختار؟ تول بوكس، اي شيء بدي يختفي بدي اظهره من فيو، دور عليه اول شيء بفيو، قائمة فيو. إجا مرة سؤال على الفيرتيكال والهوريزونتال بوش بين. لو أنا حكيت بدي أصمم بروجكت بدي أطلب من اليوزر يدخل قيمتين، بس يضغط على البتون اللي اسمه سم يطلع الجواب اللي هو ناتج جمع هدول القيمتين. بما إني بدي أسمح لليوزر إنه يدخل قيمة، بدي أسمح لليوزر إنه يدخل قيمة، فمعناته راح أستخدم إيش؟ إيش الإشي اللي بيخليني أدخل؟ text box. اذا هذا التكست بوكس راح يدخل فيه اليوزر القيمه الاولى. بدي كمان تكست بوكس عشان ادخل القيمه الثانيه، اذا هاي قيمتين راح يدخلهم اليوزر.
هلأ التكست بوكس راح يدخل فيه اليوزر، أنا ممكن أوضح له أحكي له إنه هاي القيمة الأولى هاي القيمة الثانية. إذا للتوضيح ممكن أحط له ليبل مش إجباري بس للتوضيح، بدي أحكي له هاي اللي هي value 1 وكمان ليبل هاي اللي هي value 2. إذا حكيت له هذا التكست بوكس للقيمة الأولى، هذا التكست بوكس للقيمة الثانية. عشان يدخل لازم أحط له تكست بوكس، ما بقدر أحط له ليبل عشان يدخل، بدي أستخدم تكست بوكس. ممكن أستخدم ليست بس الليست قائمة، لا أنا بدي بس قيمتين، فعشان هيك حطيت تو تكست بوكسز وضحتهم بليبلز. هسا بدي أحكي له بس تضغط على البتون، بس تضغط على البتون طلع لي الجواب، بس تضغط على الزر إذا بدي أحط له بتون، وهذا اللي راح يعتمد عليه الحدث الأكشن الفعل، بس تضغط على البتون. طيب بدي هذا البتون أكتب فيه some، إذا بس تضغط على البتون أوجد المجموع، أوجد المجموع الناتج، ممكن أظهر له إياه داخل تكست بوكس أو أظهر له إياه داخل ليبل، بصير هيك وبصير هيك. هاي عندي ليبل عشان الجواب، راح يظهر الناتج داخل هاد الليبل. ماشي. راح يدخل قيمتين بس يضغط على السم بدنا يطلع الجواب داخل الليبل اللي موجود عندنا هون. اوكي ممكن احط له للاوتبوت تكست بوكس او ليبل، بصير احط له تكست بوكس او ليبل. ممكن اوضح له احط له ليبل اكتب فيه الريزلت عشان يظهر داخله الريزلت. هذا التصميم المرحله الاولى، هيك انا صممت البروجكت تبعي. ممكن أغير بالألوان، ممكن أغير بحجم الخط، إذا هاي كلها خصائص. ماشي؟ إذا بدي مثلا كلمة val1 تكون بلون نغير شوي بس بالخصائص، هاي val1 وهاي عندي val2. ماشي الحال. ممكن اغير الباك جراوند، ممكن اغير حجم الخط، لون الخط اللي بدي اياه من الخصائص. طيب المرحله الثانيه حكينا اول مرحله التصميم انترفيس ديزاين ذا انترفيس. المرحله الثانيه اللي هي تحديد الايفنت، ايش الحدث. انا بحكي لما اضغط على البتون وين البتون هيو، اذا هاي دبل كليك على البتون عشان اروح على الكودينج، دبل كليك على البتون عشان اروح على الكودينج. هاي الشاشه اول مره نشوفها. اوكي اذا احنا كنا بالديزاين هلا صرنا بالكودينج. شوف هاي الشاشه شو كاتب لي، public class form lecture 3، كل شيء ببلشه له نهايه end class. اذا برمجيا الفيجوال بيسك بتستخدم اسلوب برمجي اسمه object oriented programming. الفيجوال بيسك بتستخدم اسلوب برمجي اسمه object oriented programming مبني على التعامل مع شيء اسمه class. اوكي إذا مبني على التعامل مع إشي اسمه class. public class form lecture 3 بعد كلمة class بيكون اسم لكلاس.
إيش اسم الكلاس هون؟ نفس اسم الفورم. مش أنا غيرت النيم حطيته فورم لكتشر 3 هيو. إذا الاسم اللي بيظهر عندي هون هو نفسه اللي بيظهر هون. كانت فورم 1 في الأصل إنه يظهر public class form 1، بينما لأني أنا مغير form 1 لform lecture 3 إذا ظهرت هون form lecture 3. هاي الشكل العام. اللغة not case sensitive. شو يعني not case sensitive؟ يعني مش مشكلة فيها الكابيتال والسمول. اللغة not case sensitive يعني مش مشكلة فيها الكابيتال والسمول، ما في فرق بين الكابيتال والسمول. ماشي، سميت متغير فورم لكتشر 3 الاف كابيتال او الاف سمول نفس الشيء، كتبت كلمتي كلاس سمول او كابيتال نفس الشيء. اوكي، بس هو بفضل الكلمات المحجوزه يخلي لي اول حرف فيها كابيتال. كلمه كلاس هاي كلمه محجوزه بخلي اول حرف كابيتال، كلمه بابليك هاي كلمه محجوزه بخلي اول حرف كابيتال. طيب بعد الكلاس داخلها بيكون في عندي سب بروسيجرز. اذا مقسم الكلاس لمجموعه من الكودز. طيب انا كيف اجيت على هاي الشاشه؟ بس عملت دبل كليك على البتون، فشو كاتب لي هون؟ برايفت سب بتون 1 كليك باي فال بلا 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 هاندلز بتون 1 دوت كليك. طيب هاي الجملة بتدل على بداية sub procedure. إذا الكلاس مقسمة لمجموعة من sub procedures، بحكي مجموعة من الميثودز. هاي الميثود اسمها button one click، هذا الاسم، وهذا الاسم عندي القدرة إني أغيره. هلا الحدث وينه؟ الحدث هون بعد كلمة handles. شو عندي؟ button one dot click. إذا شو الحدث؟ click. إيش الأداة اللي بدنا نعمل لها هذا الحدث اللي هو button 1؟ إذا الأداة اللي هي button 1، أنا ما غيرت النيم لإلها عشان هيك ظهرت button 1. لو أنا مغير النيم كان ظهر النيم الجديد هون. إذا button 1 dot click الحدث، بس تضغط على البتون. إذا الأداة button 1 الحدث click. هاي البين أقواس هلا مش مشكلة، شو معناها؟ مش مشكلة هلا. ماشي، كل sub procedure إلو end sub procedure، كل sub procedure إلو end sub procedure. هلا هون بهذا الحيز بدي اكتب الكود تبعي، بهذا الحيز بدي اكتب الكود تبعي. هلا الكود لسه انت ما بتفهمه، بس خلينا نكتبه. label 1.text، احنا حكينا شو بدنا نعمل؟ بدنا نجمع التكست الأول والتكست الثاني ويظهر الجواب داخل الليبل. أي ليبل؟ ليبل 3. إحنا عندنا ليبل 1 كتبت فيه val 1، ليبل 2 كتبت فيه val 2، ليبل 3 هو اللي بدي يظهر فيه الجواب. فبدي أحكي له ليبل 3.text يساوي، يعني هاي مش يمكن هلا ما تفهمها 100%، هلا بشرحها بالتفصيل كمان شوي كيف بكتب الجمل. label 3.text بده يساوي ناتج جمع القيمتين الموجودين بالتكست بوكس الاول والتكست بوكس الثاني. اذا تكست بوكس 1.text بلس تكست بوكس 2.text. اذا شو اللي بده يظهر بالتكست تبع الليبل 3؟ ناتج جمع القيمة الموجودة بالتكست بوكس الأول زائد القيمة الموجودة بالتكست بوكس الثاني. أوكي، بحط اسم الأداة دوت الخاصية يساوي، إيش بده يساوي؟ ناتج جمع هدول القيمتين، اسم الأداة تكست بوكس الأول دوت تكست البروبرتي تبعتها زائد تكست بوكس 2 الأداة دوت تكست البروبرتي لإلها. يمكن الجملة شوي صعبة عليك هلا، بس هاي لأنها بداية. هاي run val 1 دخل القيمة الأولى، دخلت 3. val 2 دخلت القيمة 5. بس أضغط على السم شو أعطاني؟ 3 5.
اوكي ناتج جمع القيمتين. ما اعطاني هون جمع، اعطاني concatenation. ليش؟ حط لي الثلاث وجنبها الخمسة، لانه هاي لازم اتحكم فيها ضمن تحويلات معينة. بدي احول هذا الرقم التكست لرقم، وبعد هيك يجمع لي اياه. لازم احوله لرقم وبعدين يجمع لي اياه. دكتورة هلا هو يعني هون تعامل مع الرقم على اساس انه حرف؟ ايوه تعامل معاه كتكست. دخلت هاي ثلاث، دخلت خمسه، هاي السم، اعطاني المجموع ثمانيه. كيف اعطاني المجموع هالمره ثمانيه؟ طلع شو غيرت بالكود، حكيت له convert to integer. convert to integer حولها ل integer. ماشي. طبعا هاي الامور لسه يعني شوي بكر عليها، بس حبيت افرجيك بروجكت متكامل. ماشي، حبيت افرجيك بروجكت متكامل. اذا دخل القيمه الاولى، دخل الثانيه، بس تضغط على السم يظهر لي الجواب بليبل او بتكست بوكس زي ما بدك. انا حاطه ليبل، فحكيت له ليبل 3.text بيساوي جيب القيمه الموجوده بالتكست بوكس دوت تكست، بس حول لي اياها لانتجر، زائد جيب القيمه الموجوده بالتكست بوكس 2.text، بس حول لي اياها لانتجر. لما حولهم لانتجر طلع الجواب معي 8، ما اعتبرهم كرامز وحط لي اياهم جنب بعض. اوكي، هاي التحويلات لها درس كامل تفصيلي لإلها. لحد هون احنا اخذنا فكره كيف ممكن اصمم بروجكت. اوكي، كيف ممكن اصمم بروجكت. دخلت قيمه، دخلت قيمه، ضغطت على البتون طلع لي الجواب. ماشي. هلا عندي لازم بالاول الانترفيس التصميم، بعدين تحديد الحدث، بعدين آخر خطوة عندي اللي هي كتابة الكود. لو جبت لك هذا الكود بالامتحان وحكيت لك وين الحدث، وين بتطلع؟ بعد كلمة handles. الأداة button 1 والحدث إيش؟ click. إذا الحدث click لبتون 1. ما تطلع هون، هون مرات بكون مغير لك الاسم، هون بصير أغير الاسم. مثلا do it سميته، أي اسم بدي إياه. الاسم اللي هون هاد إيش؟ هاد اسم السب بروسيجر. الاسم اللي هون هاد اسم السب بروسيجر، معناته لو سألتك شو اسم السب بروسيجر؟ do it. شو اسم الكلاس؟ form lecture 3. شو اسم الفورم؟ نفسه اسم الكلاس، هيو form lecture 3 بيكون نفسه اللي هون solution explorer، هيو هون عندك. ماشي. لو رحت على الفورم نفسه وطلعت على النيم، هو كان form 1، بس لما غيرته من هون لform lecture 3 صار عندي هون form lecture 3. واضحة لحد هون؟ إذا شو هو الـ event؟ سوري. An event is an action such as the user clicking on a button. إذا الـ event فعل، حدث، مثلا إني أضغط على الـ button. Usually nothing happens in a visual basic program until the user does something and raises an event. عادة ما بصير إشي إلا إذا حددت الـ event وكتبت له كود. What happens is determined by statements inside the event procedure. إذا الكود اللي أنت بتكتبه داخل الـ event procedure هو اللي راح يتم تنفيذه. هلا طريقة كتابة الجملة. بحط اسم الأداة دوت الخاصية يساوي القيمة. اسم الأداة دوت الخاصية يساوي القيمة. مثلا الكنترول نيم اسم الأداة تكست بوكس دوت بروبرتي الخاصية مثلا فور كلر يساوي ايش القيمة اللي بدك اياها؟ كلر
dot red. لازم قبل اللون أحط كلمة color. color dot red. هاي شو معناها؟ خلي لون الكتابة لا التكست بوكس اللي اسمه TXT box بيساوي إيش؟ أحمر. طيب شوف الجملة الثانية. text box dot visible equal true. visible هاي الخاصية مرئي ولا مش مرئي؟ ممكن أظهر التكست بوكس كامل وممكن أخفيه. إذا text box dot visible equal true معناها اظهر التكست بوكس. text box dot text equal hello world معناها الخاصية text التابعة للأداة text box اكتب لي فيها hello world. إذا هاي جملة، جملة تنفيذية. زي لما أنا هلأ بالكود تبعي كتبت text3.text هاي الأداة وهاي الخاصية يساوي هاي القيمة، كانت هون عملية جمع. ماشي؟ مش ضروري دائما تكون عملية حسابية، ممكن تغيير خاصية فقط. زي ما هو كاتب لي في المثال هون. ماشي؟ ضايل 3 دقائق من المحاضرة، خلينا نطلع من المحاضرة وندخل مرة ثانية بنفس اللينك. ماشي؟ نعمل كمان محاضرة. خلينا نطلع من المحاضرة وندخل بنفس اللينك. اوكي يا جماعة؟ يلا. نطلع من المحاضرة وندخل بنفس اللينك، يعطيكم العافية.